شفتوا البحر كبير ازاي؟ ده كبير قد الدنيا كلها. يا سلام لو الواحدة كده تصحى من النوم الصبح تفضل قاعدة قدام البحر وما تقومش. بس برضه شكله بيخوف يا توح، تحسي كده انك لو نزلتي هتغرقي. هو البحر بس اللي شكله بيخوف ولا بيغرق؟ ما الدنيا كمان بتخوف وممكن تغرقي فيها. لا يا اختي، الدنيا ما بتخوفش غير اللي بيخاف منها، لكن اللي بيضيعها في وشها بتعمل له حساب. ويا ويلك بقى لو غضبت عليكي. ماما بس تكوني بتعرفي تعومي. يا اختي بعرف اعوم وكمان بعرف الاعلط في الميه، والمصحف ده انا عامله زي البلطجي السعيدي. قومي يا بنت منك، لا هوريكم بقى العوم اللي على اصلي. قوموا يا بنت هتغرقي ومش هعرف اجيب. قومي يلا سيبي. والله يا بنت انت طول عمرك نورة، تعرفي الاماكن دي منين؟ من الناس اللي بشتغل عندهم، حكم انا باجي معاهم دايما لما بيبقوا مسافرين، ياكلوا ويشربوا وينزلوا البحر. يا لهوي انت بتسافري معاهم؟ ايوه وبنزل البحر كمان. بس المزيكا حلوة قوي. مساء الخير. مساء النور يا اخوي. أول مرة تشرفونا النهاردة؟ أول مرة نشرفكم ده إيه؟ ليه يعني مش باين علينا هوانم ولا إيه؟ ده إحنا حاجزين في أي بي. تحت أمرك يا فندم، تحب أجيب لكم حاجة تشربوها؟ أكيد يعني عايزين نشرب حاجة، هنشرب إيه يعني هنا؟ هو شاي بلبن؟ خمرة يعني؟ مش عندكم خمرة هنا؟ هتلاقي يا أخويا كده وظبطنا وأنا هشوفك آخر الليل. شرفتني النهاردة. مع السلامة يا أخويا. ولا عامل زي البت المستحية كده. عارفة يا بت أنت، تعالي هنا. وأنت هتشربينا خمرة؟ خمرة إيه دي؟ بيرة. خلاص بدل بيرة مش مشكلة. خلاص مش مشكلة. بس أنا جعانة. وأنا كمان. بس معيش فلوس. أنا فلوسي خلصت. تاكلوا ليش؟ النبي ثابت. هو مين ده؟ ايه؟ شايف التلات حاجات اللي هناك دول؟ هو شايفهم. حكاية ده حاجة ايه؟ عجمية. ايه؟ يا بنت لا تعالى تعالى معايا. اقعد اقعد يا صاحبي. كده زعلان منكم قوي. واقف بقالي ثلاث ساعات مستني. مين دول؟ الختمة الشريفة. ما اعرف. تخيلي بعد الثلاث ساعات رجلي ورمت بقت قد كده، والغلبان اللي جنبي دوت ظهره فضل يطقطق عليه. يا ايه يا اخويا؟ يطقطق عليه. يا عين امك يا اخويا، اجيب لك حد يكبسهولك؟ يا ريت. اسمكوا ايه بقى؟ انا فرانكي. وانا مودي. طه. مين دول؟ نيلي وشريان. انا بقى خدمة 24 ساعة معاكوا في أي حتة وفي أي مكان وفي أي حاجة. تمرجي في مستشفى عام. رامي جبتته على الآخر. طب بقول لك إيه يا أخوي؟ ما تطلبوا لنا حاجة كده هو تاني عشان يبقى عيش وملح. اللي أنت عايزاه أموري وأنا نفس. أنا عايزة كفتة. وأنا طرب والنبي. وأنا ريش. نص كيلو ها؟ ليه لوحدي؟ ريش. وطماطم مخللة. كمان. وطاجي. وبتنجان مخلل. شوية طحين صغيرة. وعيش مفقع. انتوا داخلين على طعم اهو. انت قلت لي يا اخويا اسمك ايه؟ مودي. مودي. طالما الحلوة بقى اورق قوي بالشكل ده، ما تيجي معايا على السلك وتقول لي اسمك ايه؟ اسم ايه ده؟ انا لسه هحكي لك تاريخ حياتي كله. بجد والله؟ بس بعد ما ناكل. ما انت تحكي لنا دلوقتي. يا اخويا بعد ما ناكل. تمام. هنا بقى مفيش عشاء. انا هاخدكم بقى في مكان زي الفل نتعشى فيه ان شاء الله مع بعض.
مكان ايه يا اخوي؟ مكان كده اجمل من هنا. انتوا اسمكوا ايه بقى؟ امتثال. انشراح. انتصار محمد. الله. انت حاجه حلوه زي العسل والله. نبي انت العسل. ايه رايكم بقى؟ مش لون نتحرك بقى من هنا عشان خاطر نروح المكان اللي نتعشى فيه؟ هو القمر طلع امتى؟ بقول لك ايه يا بوتي؟ ايه يعني؟ معكش سيجاره تانيه؟ معايا طبعا. طب ما تجيب سيجار. اسمع اسمع، هو انت يا اخويا بتوقف شعرك كده ازاي؟ بس بحط جل. جل ايه بقى؟ جل زحلقني. انت ما صدقت بقى. اوعى اوعى بس. الله يا شيخ غور بقى، بلا واكسه انت وهو فلانكات صحيح. بت انا غرست. تعالي شدي 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 جاي. طيب ولا ايه؟ يا لهوي دي سكرت يا بنت. يا لهوي عايزه بيرة تاني. اسكتي بقى فضحتيني. عايزه بيرة تاني. خلاص بقى. بقولك ايه يا فلامانك؟ ايه يا عسلي؟ هي العربيه دي بتاعتك ولا انت مأجرها؟ العربيه دي بتاعت الواد مودي اللي قاعد قدامي. انا بقولك ايه يا بودي، هو انت شغال ايه؟ احنا عندنا محل قماش كبير قوي في اسكندريه. عندهم محل قماش في اسكندريه. وحياتك يا اختي، عايزين توب قماش هما الاثنين يتلفوا فيه كفن ونخلص. عايزه اكل يالا. عايزه فين الكفته يالا؟ حاضر براحه. حاضر دقيقتين وجايالي كفته وكباب. بقول لك ايه يا اخويا انت وهو، روح واحنا مش هنركب في المخروبه دي تاني، مزنوقه قوي عامله زي الاوتوبيس النار. روح واحنا هنستناكوا يلا. يا فلامنك. يا حبيبه فلامنك. ما تسيب لي يا اخويا، سيب لي فلوس وانتوا روحوا هاتوا الاكل وهترجعوا تلاقونا مستنيينكوا هنا، لحسن يعني يحصل حاجه واحنا واقفين يبقى برضو معانا قرش. ماشي. سيب لها دي زي الفل. يا اخويا انت هتتسمر انت وهو. مات يلا دق عجلك يا اخويا، سيب الفلوس. حاضر انا ماشي. يلا يا حبيبي. خمسة وراجع المطعم قريب عشان ناكل مع بعض. ناكل مع بعضنا. ولا هات الطربة معاك نص كيلو. يلا هو هجيب لك كيلو ونص. يلا 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 يا مودي. ما يرجع. يلا يا فلنجات. يلا بقى اوعى تمشوا بقى. لا مستنيين. يلا يلا يا عسل. هي مالها ميتة منكم ولا ايه؟ يلا وانت خلي يا واد وانت جاي. حبيبتي جايه. الواد ده شبه امه قوي. انا عارفاها وليها رشانه شبهها. والنبي ده منظر. يلا ده انت اتدهولتي خالص. كل ده ما كلناش، قعدنا مع العجر دول وما كلناش. يلا يا بنت. فلوس يا بنت كتير. ايوه 250 جنيه. يلا قبل ما يرجع. يلا يلا.